استلمت هنا بسوق الغلة تبيع حيوانات مو صحيح؟ اي شنو الحيوانات اللي عندك؟ سناجيب كل شيء ابيع، قراويز، غزلان، ايش تريد ابيع؟ طيور، انواع الطيور يعني. زين شلون تحصل عليها؟ يعني مثل هذا السنجاب، الغزال، بالله الطيور جزء متواجدة، بذل الحيوانات منين تحصل عليها؟ والله من الشمال يجيبون، قسم من ايران يجيبون، من برا من الدول اشكال. يعني انت تجيب او اكو مجموعه يجيبوا لك وانت تروح تشتري؟ لا والله مستوردين يجيبون. مستوردين؟ اي يعني اكو ماتين مستوردين الحيوانات. اي اكو يعني هواي يعني. انت صار لك من لبنان من اشكال الدول يجيبون اشكال. اي زين كثره الحيوانات اللي متواجده بجنوب افريقيا، اكو ماتين حيوانات تجي من هناك من جنوب افريقيا؟ اي سودان، مورا، غزلان، وش تجي؟ قواويز. تبيعون انتو هنا اسد ونمر؟ بغبغاوات، كل شيء نبيع. اسد ونمر عندك؟ اسد ونمر مو هنا بالمشات، بالعظمية. اي عندك مشتل بالعظمية؟ لا والله ما عندي. بس جماعتنا يعني هناك ما يبيع. زين ما عندك تخوف بالحيوانات؟ يعني اكو بعض الحيوانات، يعني هسه انا واحد من العالم اخاف من بعض الحيوانات، انت ما عندك تخوف منهم؟ لا والله. شغلين شغلتنا بين متعلمين علينا يعني. صار لك ايش قد؟ لا صار لي هنا 10 سنين. هنالك. اي 10 سنين. اي يعني هي شغلتك الحيوانات؟ اي شغلتي يعني من قبل. عندك دراسة عليهن يعني انت؟ لا شو؟ لا يعني شغلتنا صارنا 10 سنوات ابيع واشتري بس. زين الاكل مالتهن شلون تعرف مثل هذا الحيوان هيك ياكل، هذا هيك مخصص؟ هو اي حيوان ياكل، اكو حيوان ياكل نباتيات، اكو حيوان ياكل لحومات، اكو حيوان انواع الحواوين يعني. خش يعني هم تصير عندك مثلا امراض بالحيوان؟ طبعا اي بس عندنا علاجات يعني. عندك علاجات؟ اي علاجات انت عندك او مثل طبيب بيطري توجه له؟ نجيب من البيطره يعني. و اي زين هسه هذا اللي كنت لازمه بيدك، هذا هامستر سنجاب؟ سنجاب. هذا يجي من الشمال. يجي من الشمال. تبيع احنا بيش تقريبا؟ 20,000. 21,000. زين اكو طلب عليه يعني؟ اكو عالم تجيك مثلا تحب عالم تشتريه تربيه؟ تربيه. وشلون يهتمون بيه؟ اكله، امراضه، شيء؟ والله هو يتربى بقفص، فهو يتربى في كوب البيت، يتعلم يطلع يطب يعني ما يأذي. زين ما عليه شيء مثلا كوب اذا يكبر اذا شيء؟ لا لا يعني ما يكون وحش. يتعلم عليه يعني، يتعلم على البشر، يتعلم على يطلع يام يطب. زين بعد هنا ايش عندك؟ اشكال عند هاي بوم، هاي باب بط افريقي. هاي بومه؟ زين هاي بومه منين نحصل عليه؟ هاي مال السماوه، صيد السماوه. اه صيد السماوه. زين ايش قد سعرها هذا؟ 15,000. الزوج؟ لا التك، زوج 30. يا قبص وين؟ 25. هذا ب 30. هذا ب 20. ف هسه هذا قلت ما سماه؟ اي. يجيب لك اياه وتبيعه؟ اي اليفه. اي اليفه؟ زين اكلها شنو؟ كل شي تاكل. كل شي تاكل. وتقدر هم تزاوجها وشي؟ اي تتزاوج. زين هذا شنو هذا؟ هذا ارول. لا 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 تخاف. لا 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 هذا ارول مال الشمال. هم شنو هذا؟ واحد يربيه بالبيت؟ ربا ياخذوا علاجات، كل شي ياخذوا علاجات. شنو علاجه؟ للمرض السكر، للسلطان، للربو. يعني وكل مثلا؟ اي. انا مرخصك هسه. يلا خذ راحتك، خذ راحتك، شكرا لك حبيبي. عيوني خالص. مشاهدينا الكرام شفنا الاخ هنا بسوق الغزل، يعني ما شاء الله هو متعود على الحيوانات، وهذا الارول اللي يقول عليه قال لي عليه بان هو يستخدم للامراض السكر. شلون ينطق؟ زين الارنب هذا والله متواجد، هذا البط شنو؟ شو شكله غريب؟ هذا صيني يجي بري كل سنة عندنا. صيني؟ اي. زين ينوكل هذا؟ اي ينوكل، يربوه اكو تربية اكو ينوكل. تربيه واكل. زين هاي بلابل انت تصيدها او هم؟ لا نشتريها. نشتريها. زين ايش عجب ما فكرت بان انت تصيد بلابل؟ والله شوف كل واحد يعني احنا نشتري ونبيع، هم الصيادة يجيبوننا. اه الصيادة يجيبوننا. اي. والارانب هاي شنو هاي؟ الارانب عراقية مالتنا. عراقية؟ اي. عندنا هنا باط و هاي باط وش عرب. ديش عرب؟ اي. هذا ما عندنا شيء بعد هنا مو صحيح؟ اي. زين هذاك شنو ذاك اللي كنا كتكوتي؟ هذا سمان. سمان والله شو هذا؟ هذا هنا مشاهدينا السمان. شنو هذا؟ هذا ياكلوها من المفاصل للسكر اللي بالضغط. هم يربى مثل الدجاج. اه يربى. اي. زين سعر هذا؟
زوج بخمسة آلاف. زوج بخمسة آلاف. تربي ويكبر؟ إيه تعلم سجاد هو نفسه. بياض مال المفاصل لا بالسكر لا بالضغط. هذا منين استيراده؟ هذا من نيران. أبكم منا عراقي؟ هذا هو يستوردون كاثروا في العراق بيضان. أفراخ عرب. أفراخ عرب. الله بعد ما عدنا شيء. يلا شكرا لك. شكرا لك حبيبي. شكرا لك حبيبي. شكرا مشاهدينا الكرام، بعدنا مستمرين وياكم برنامج بين الناس، وحاليا احنا بسوق الغزل، بعد ذلك راح نتجه للسوق العربي ثم للشورجة، وبعد ذلك سوق صفاري. خليكم ويانا يعني.